أهلا بكم من جديد معنا. أعطى الملك محمد السادس تعليماته بإرسال مساعدات عاجلة إلى المتضررين من الفيضانات التي شهدتها سيراليون مؤخرا، وتشمل هذه المساعدات التي تزن 66 طنا خيما وأغطية ومعدات طبية ضد الكوليرا، سترسل بصفة عاجلة ابتداء من اليوم، وستتكفل القوات المسلحة الملكية بنقلها. ولنقاش السياق العام الذي تأتي فيه هذه التلفات الإنسانية الملكية، معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور محمد العمراني بوخبزة. أهلا بكم دكتور معنا. دكتور هل تسمعني؟ دكتور سألتك عن دلالات هذه الخطوة تجاه المتضررين من الفيضانات في سيراليون. دكتور هل تسمعني؟ دكتور كنت سألتك عن دلالات هذه الخطوة، هذه الالتفات الإنسانية نحو المتضررين من الفيضانات في سيراليون. وربما أن معلومة أن في إطار السياسة الخارجية للمغرب هناك أسس تنبني عليها، من بين هذه الأسس التي تنبني عليها هو البعد الإنساني. إذن فالمساعدات المغربية هي ذات طبيعة إنسانية محضة، ويتنسجم كما قلت مع مبدأ من المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للمغرب، على اعتبار أن هذا المنحة وليس منحة جديد، لأنه طالما أنه من المبادئ وأسس السياسة الخارجية فإنه يعتمد في جميع الحالات المشابهة بغض النظر عن طبيعة العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب مع دولة من الدول، وخاصة يتقوى ذلك إذا كان الأمر يتعلق بدولة تربطها علاقات استثنائية أو ذات طبيعة خاصة مع النموذج السيراليوني. كذلك أن هذه المساعدات ليست هي الأولى التي وجهها المغرب لسيراليون، لأن سبق للمغرب أن قدم مساعدات أخرى لسيراليون سنة 2014 وكذلك حتى لليبيريا عندما كان هناك المرض إيبولا يجتاح هذه الدول. إذن يمكن أن أقول صراحة أن في إطار السياسة الخارجية للمغرب بدأت تظهر المبادئ التي تقوم عليها هذه السياسة، ويبقى البعد الإنساني هو من بين أهم هذه المبادئ. طيب كيف تتنزل هذه الخطوة دكتور في السياق العام للتضامن بين المغرب وسيراليون، خاصة وأنه كما ذكرت هناك قرارات وإجراءات سابقة في هذا المنحة، خاصة أيام اجتياح وباء إيبولا لدول في غرب القارة من بينها سيراليون كذلك؟ كذلك هناك نقطة أخرى ربما مهمة في هذا الجانب. نعم. أن هناك نداءات، لأن المغرب بالرغم أن الأمر يتعلق بتنزيل مبدأ من مبادئ السياسة الخارجية، ولكن هناك كذلك مسألة أخرى وهي تلبية نداء. فكان هناك نداء من قبل الرئيس السيراليوني الذي عبر عن حاجة سيراليون إلى المساعدات، وأن الدولة غير قادرة على التعامل مع هذه الوضعية الجديدة الكارثية. ثم نداء آخر للاتحاد الإفريقي، فرئيس الاتحاد الإفريقي كذلك وجه نداء إلى المجتمع الدولي يطالب فيه بضرورة تقديم المساعدات لسيراليون. ثم الأمر الآخر حتى المنظمات الدولية المرتبطة بالعمل الإنساني، وهنا اليونسكو كان كذلك هناك نداء. إذن فالمغرب تجاوب مع النداءات. إذن هناك مسألة أولى هي طبيعة العلاقات ما بين المغرب وسيراليون، ثم النداءات التي توالت كانت عقبة مواقع. كذلك يجب أن لا ننسى أن الأمر لا يتعلق بفيضانات عادية، بل يتعلق الأمر بكارثة إنسانية من درجة عالية جدا، لأننا نتحدث عن عدد ضحايا يفوق 460، ونتحدث عن مفقودين بالمئات. وسيكون لهذه الكارثة الإنسانية كما سميتها تداعيات كذلك، لأننا نتحدث عن جثث كثيرة، عن احتمال انتقال للأمراض كذلك. هذا هو الذي يحدد طبيعة المساعدات اللازمة. لأن لا نتحدث عن 60 طن من المساعدات كيفما كانت طبيعتها، بل يجب أن تكون هذه المساعدات
وفق الحاجيات المطلوبة. فبالتالي عندما نقوم بعملية جرد مكونات 66 طن من المساعدات يتضح أنها تتضمن أمور هي مرتبطة بمرحلة ما بعد، مثل المعدات الطبية والخيام، المعدات الطبية، المنتجات الصيدلية، ثم الخيام، وكذلك الطعام والأدوية. إذا طيب كيف تقرأون هذه الخطوة دكتور في بعدها الإنساني والسياسي العام؟ ربما أن المغرب في هذا الجانب أنه لا يدمج ما بين ما هو إنساني وما بين ما هو سياسي، والدليل على ذلك أنه لا يفرق في إطار المساعدات الخارجية ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة، ولا ما بين الدول التي تربط بها علاقات دبلوماسية وتلك التي لا تربط علاقات دبلوماسية قوية أو يوجد في إطار صراع أو تنازع معه. ولكن مثل هذه الخطوات دكتور إذا تفضلت وسمحت لي، هي كذلك تعزز الصلات الثنائية والتعاون المغربي مع الدول الإفريقية كذلك. بطبيعة الحال، لأن الكريم إذا كرمته فهذا الأمر معروف وواضح جدا، والدليل على ذلك هو أن الكثير من الدول التي بادر المغرب إلى تقديم مساعدات إنسانية لها كانت ردود فعلها ربما هي تعبر عن الامتنان وعن الشكر، وهذا الأمر ليس جديدا. فبالتالي أن صراحة لم يظهر في تاريخ المساعدات التي قدمها المغرب لدولة من الدول أن ركب عليها سياسيا أولا، ثم الأمر الآخر أن دائما كان هناك وقع ليس فقط على السلطات، بل نحن نذهب حتى على المواطن، فالمواطن الذي يتلقى تلك المساعدات، لأن هناك الأمر آخر، حتى السلطات المغربية عن طريق القنصليات والسفارات المغربية في الخارج فهي تتابع عملية توزيع هذه المساعدات، وبالتالي يكون هناك تفاعل ما بين المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات والدولة التي قامت بتقديم هذه المساعدات. طيب دكتور، إلى أي مدى تساهم عودة المغرب للاتحاد الإفريقي في دفع هذا المنحى في السياسة المغربية في القارة؟ هو الركن الأول هو مرتبط بنوعية هذه الدول، لأن سيراليون هي توجد في غرب إفريقيا وهي منطقة من بين أفقر المناطق في إفريقيا، فبالتالي هي في حاجة ماسة للدعم وخاصة في هذه الوضعيات. والمغرب من بين الأسس التي يرتكز عليها في سياسته الإفريقية وهو التعاون والشراكة مع دول الجنوب، إذن فهو هذا الأمر هو جزء من سياسته الإفريقية. ربما إصلاح البيت الداخلي للاتحاد الإفريقي يحتم اليوم تنسيق وتوحيد الجهود لمد اليد العون للدول الأفقر ربما، والتي تمر أو تعيش فترات كارثية كهذه. هذا هو الأصل، لأن هذه المبادرات المغربية أنها ستدفع الدول الأخرى، لأن يجب أن لا تكون مبادرة منفردة من قبل المغرب، بل هي مبادرات يجب أن تكون في إطار العمل المشترك الإفريقي. صحيح. وهنا ربما قد يكون هناك دور كبير للهلال الأحمر المغربي مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الدول الإفريقية الأخرى، لأن هناك مؤسسات لتقديم الدعم والمساعدة، لأن يجب أن لا ننسى كذلك أن هناك ربما نقطة أخرى نغفلها كثيرا، من الذي تكفل بنقل المساعدات أو من سيتكفل صحيح. بنقل هذه المساعدات هي المؤسسة العسكرية، فالمؤسسة العسكرية في القوات المسلحة الملكية، القوات المسلحة الملكية في المغرب لم يعد دورها أو وظيفتها منحصرة فقط في الأعمال العسكرية، بل أصبحت دورها أكثر ينحصر في الجانب الإنساني والاجتماعي من الجوانب الأخرى، بحيث أننا لاحظنا كيف أنه في حد السلام الآن مرتبطة بعملية نقل المساعدات بل وتوزيع هذه المساعدات. ربما حتى المنظور، لأن المؤسسة العسكرية في إفريقيا ربما هو منظور المجتمع الإفريقي، منظور سلبي للمؤسسة العسكرية، ولكن بالنسبة للمغرب أنه جعل من هذه المؤسسة ذات طابع إنساني وطابع اجتماعي، لأن لاحظنا كيف مثلا أن هناك مراكز طبية عسكرية مغربية موجودة في أنحاء من العالم، ليس فقط في إفريقيا، هناك الزعتري على سبيل المثال. ثم الأعمال الأخرى وهي المتعلقة بحفظ السلام والأمن في مجموعة من الدول، إذن حتى النظرة للمؤسسة العسكرية في إفريقيا تتغير. شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور محمد العمراني أبو خبزة، نعود إليكم مشاهدينا الكرام عند رأس الساعة في نشرة خبرية أخرى، نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.